محمد وآل محمد كمسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صراحي كريم عظيم عليم حليم متين حط منها هملايا عادات غذائية صحية كمان شوي بنعمل تمارين عادات رياضية اللهم استغاث. تاريخ اليوم مش مهم كتير 15/1/2024 5/2/2024 الدنيا حتمشي. أنت تريد أنا أريد والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أنت تظن تعرف حقيقة أنا أظن أعرف حقيقة والحقيقة عند ربنا. بس إحنا خلال ثانية خلال يوم فينا نظبط نيتنا تكون هدفنا نبيل نية سامية إنه إحنا هدفنا نطور من نفسنا نطور من حوالينا نسعد نفسنا نسعد حوالينا قدر المستطاع نحاول نخدم المجتمع ونحب غيرنا عشان هذا كله يعني احنا بنحب الله فمن حبنا لله بنحب كل الناس ونحاول انه نظبط النية قلب نبيل نية طاهرة يا ابن الروح في اول القول املك قلبا جيدا حسنا منيرا تملك ملكا دائما باقيا ازلا قديما رسول محمد صلى الله عليه وسلم وكل الرسل آمنوا فيها لا نفرق بين أحد من رسله أتفضل كمان أنه إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى فإحنا قدر المستطاع حاول نظبط النية تكون نيتنا كويسة أعمال كويسة ونية كويسة بيكون بيرفكت أما أعمال كويسة ونية ما كانت كويسة أكيد مش كويس عند ربنا أما أعمال مش كويسة ونية كانت كويسة أكيد ربنا بيسامحنا بس أحسن شيء أن نكون أقوياء مؤمنين منصفين مسامحين محسنين إن الله يحب المحسنين إن الله يحب الصابرين إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتطهرين هذا أكبر مشروع وأحسن مشروع دنيوي وآخروي اللهم استعان اللهم استعان حنقرأ دعاء شفاء لشفاء الناس من جميع الأمراض ودعاء لترقي والدي محمد مهدي يكسل وجود جميع الناس اللي راحوا إلى أعلى جنات خلد الفردوس الناس بقول لك إيش فائدة الدعاء إيش فائدة اللهم استعان الدعاء بغير القدر الدعاء برق الأرواح الدعاء بطهر النفوس والله جيبكم كل شيء حلو لكم قبل ما يجيبوا لإلي كل شيء صحيا نفسيا أسريا اجتماعيا وأهم شيء إيمانيا اللي هو قلبيا اللي هو تطهيريا اللهم استعان اللهم استغاث نجاحكم هو أهم من نجاحي في الدنيا والآخرة بكرة بس تطلعوا فوق على الجنة أول شيء حتعملوه حتجيبونا عندكم فنجاحكم أهم من نجاحي اللي بيقدر يحسن يحسن اللي ما فيه يحسن عليه يصبر قدر المستطاع مش أي مشكلة بتصير احنا هنتخانق مع الكل إذا حنشوف المشاكل في كل أحدا لا نحكي مع أخواننا ولا أخواتنا ونطلق ونحكي مع زوجتنا ولا نحكي مع حماتنا ولا نحكي مع جارنا ولا إذا شفنا صفة واحدة مش كويسة لأنه في ناس 50 سنة أنت بتكون معهم كويس صفة واحدة بينسوك في ناس عكس بيركزوا على الشغلات الكويسة لو عندك 50 شغلة مش كويسة وواحدة كويسة بيركزوا على الشغلة الكويسة هذا اللي المفروض احنا نعمله قدر الإمكان إنه نشوف الشغلات الكويسة في كل حدا في كل عائلة في كل ملة في كل مذهب في كل مجتمع في كل ممكن ناخذ الدواء من عند الهنود الأحمر مثلا ممكن ناخذ الدواء الفلاني من عند البوذيين ممكن ناخذ مش عارف العلاج الفلاني من مكان تاني من ناس بلدين فاحنا نحترم جميع الناس من حبنا لله بنحب كل الناس بالاخير احنا كلنا عيلة واحدة كلنا بشر لما نحسن نعرف احنا نحسن لمين اول شيء احساننا بيكون اول احساننا لله حبنا لله من حبنا لله بنصير حب الادنى منه اللي هو الرسل بعدين عالم البشر اللي هو ربنا نفخ فينا من روحه والقى فينا من مثاله بدنا خليفته على الارض
واحنا خلقنا عشان هو حبنا، واحنا لازم نحبه وهو يحبنا، وبعدين نحسن العالم اللي تحت، عالم البشر اللي هو عالم الحيوان، وبعدين بيجي عالم الثاني اللي هو عالم النبات. لازم نحسن العالم النبات، بعدين نحسن العالم الجماد اللي هو الوطن، الفلوس، الألماس، الحدائق العامة، الأموال. لازم نحسن له كمان، ما نصرف الفلوس، ما نخرب الأشجار، ما نحرق الأشجار، ما نحرق البيوت، ما نخرب الوطن أكيد كمان، بس ما نفضل الوطن والجماد على عالم البشر. اللهم استعان، اللهم استغاث. كل واحد طبعا راحته، أنا بس كل واحد يغير اللي فيه يغيره، إن الله لا يغير ما بين قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكل واحد يشوف ليش بيساوي حسب قدرته، حسب ظرفه، حسب عمره، حسب إمكانياته، حسب محبته، حسب كل شيء. فإحنا كل واحد يحاول ينجح، اللي ينجح يجيب الثاني عنده. نتمنى النجاح لأي حدا، لأي ملة، لأي مذهب. فإحنا من حبنا لله نحب كل الناس. الله يحفظ المملكة العربية السعودية، يحفظ مملكة البحرين، يحفظ جميع الدول، جميع الناس، جميع الأديان. من حبنا لله. اللهم استعان، اللهم استغاث.